وصلنا بقى لتحدي الجينجا، وما عنديش اي توقع خالص مين من اسرتين بعشرتي معاهم لغايه دلوقتي في رحله اللي ممكن يوقع البرج، لان دي اسره هاديه جدا ومتانيه وقاعده بتلعب جينجا اصلا في الغردقه، ودي اسره شكلها عفريته وعارفه اللعبه دي كويس قوي وبيلعبوها ومتدربين عليها. فهنشوف مع بعض، ويلا بينا نبتدي بالاستاذ طارق. اصلا ده اسهل حاجه، اول حاجه لسه في الاول. تلعبوها دايما في البيت؟ ماشي، حلوة قوي. يلا يا استاذ رامز. ايوه شطاره، يلا شوفها. يا سلام، مهندسه ديكور برضو. ايوه طبعا. لا الثالثه بتاعتهم. ايوه يلا يا هالة، ركز يا هالة، عايزه هدوءك اللي طول الحلقه ده حاصل. كله يتركز هنا، ركزي يا هالة. ما لسه بقول. ايوه كده يا هالة، شكرا، حلوه قوي، برافو يا هالة، مبسوطه قوي فيكي. يلا يا لولو، بيدولها ايه نصايح؟ لا يا لولو، ماشي يا لولو، لولو ايد واحدة يا لولو، ايد واحدة يا لولو، ادوكي نصايح. طيب يلا، مش عارفة انا واثقة فيك ليه يا لولو، حاسة انها مش هتوقعها خالص، حاسة يعني والله مش عارف، انا حاسه. شفته؟ شكرا لولو، صعبه قوي. يلا يا جوجو، جيسيكا ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده بقى ده بقى ده؟ ايوه كده، برافو يا جوجو. يلا يا حموزي، استنى ما تمشي عشان ايه؟ شوف هترجع ازاي. شكرا. يلا يا حمزه، بالراحه كده وانت ايه؟ مقبل، بالراحه بالراحه. مش عارفه اقول حاجه. ايه رايك تسيب الترابيزه مبدئيا بايديك اللي انت قلتها؟ بالراحه بقى خالص، بالراحه، طب بالراحه خالص. دي كده بالراحه، شكرا حمزه. احنا وصلنا لفين؟ هنك يلا تعال يا ميكي، بالراحه فعلا يا ميكي، بقى الموضوع خطر قوي يا عيني يا بنتي. هدوئك ده انت هاديه قوي يا ميكي. طب بص بص، شوفي حاجه لوس اكتر، شوفي من تحت، صعبه قوي. ها هي بتدرس الموضوع؟ ما هي بتدرس، ما عندها حق، لازم تدرس. طب بصي 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 كده من هنا، معلش انا مضطره اساعد فيكي. لا بصي من تحت كده هتلاقي حاجات فلوس لوحدها، مثلا مثلا شوفي اللي هي طالعه لوحدها دي، جربي اللي طالعه لوحدها يا فيكي. ايوه بالراحه، يلا فيرونيكا، اهي يا فيرونيكا اهي، طلعتها لك من هنا. بصي اصلا بصي، ما تتخضيش ما تتخضيش، شايفة اللي أنا طلعتها لك دي؟ شديها. شكرا يا فيرونيكا، شكرا، ما تتخضيش، يلا. ادي اجري فعلا. طارق وضحت في النص. ماشي، دي اللي كانت بتحاول تطلعها. ماشي رامز. طارم طارم تن 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 والله شاطر، ان شاء الله شاطر، باذن الله شاطر. معلش ما هي اللعبه كده. برافو جدا، برافو قوي.
انت كمهندسه ديكور هتبقى عيبه في حقك والله كبيره قوي هتبقى عيبه في حقك واحده واحده عشان انت الباشمهندسه اللي فينا عيب قوي فعلا طارم طارم طم 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 والله مش مهندسة لا احنا صارفين على التعليم جامد لا صارفين جامد برافو لولو يا لولو خلاص ما كده لا مش عايزة اللي يأس اللي قادر على التحدي والمواجهة لا مفيش كده فين بقى؟ فين بقى يا يلا هنوقعها منين؟ فكرت توقع كده ولا كده؟ يلا يا لول ممكن ما نوقعها ممكن ما نوقعهاش ممكن ليها صرفه شايفاها يعني بس مش هقول لك عليها مش انا ساعدت الفريق ده المره اللي فاتت شاطره والله لا لا التالته بتاعتي بس حاسه انت وقعت اقول لي كده وقعت لسه طب هي المفروض دي ما تحطيش صح التالته بتاعتهم طب بصي لما تقع قولوا لي عشان مش عايزه اتخض بصي طيب بصي ابص طب بص اي دي اللي حطاها ما دخلت معلش حاولي بقى تظبط وقعت ولا لسه هتقع دلوقتي هتقع ايه بقى عيب قوي يا كنت طلعتها انا تعبت قوي انا اتوترت برافو وحياة ربنا لا لا مش لا 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 برافو بجد يا عيني يا لولو انا ثقتي فيك يا عمياء والله برافو بجد برافو هتقع ولا ايه لولو لولو هتقع لولو ابن ايه هد البنيه التحتيه انا واثقه في لولو اصلي مش عارفه جايباها منين الثقه بس انا واثقه فيه ماشي يا لولو ايوه انا عاجبني التأني انت بتلعبي البنت دي بتلعب اللعبه دي ان شاء الله خير براحتك هي كده اصلا اللعب حريفه والله ان شاء الله ان شاء الله خير ايوه يعني ويحضرني هنا موقف طبعا الفنان نبيل الحلفاوي طبعا طبعا ان شاء الله هتنجح بالدقه الرهيبه والله يا لعيبه يا لولو ان شاء الله خير تعالي كده بعيد وهاتي حضن يلا هاي جوجو لا جيسيكا برضو عندي امل فيها خير والله بقت ريسكي بس لذيذه ايوه كده طارم 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 معلش كانت صعبة طبعا يا جيسيكا طبعا يعني وكانت متوقعة انها تقع من دورين فاتوا بس برافو 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 تعالوا نروح نشوف هنعمل ايه في التحدي اللي بعده الفريق الاصفر ينتصر من جديد